طقس بارد نسبيا وغالبا غائم وحالة من عدم الاستقرار الجوي قادمة إلى المملكة بمشيئة الله، وزخات من المطر في بعض المناطق، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تنخفض درجات الحرارة يوم الغد الاثنين، لتصبح درجات الحرارة حول إلى أعلى بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام، لتكون الأجواء باردة في معظم مناطق المملكة. وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية، من المتوقع بمشيئة الله مع ساعات نهار يوم الاثنين أن تتهيأ فرصة لزخات من الأمطار في بعض المناطق من المملكة. بعض هذه الزخات من المتوقع أن تكون غزيرة مصحوبة بالبرد، وأيضا تكون رعدية، مما يؤدي إلى تشكل السيول وأيضا جريان الشعاب والأودية تحديدا في المنطقة الشرقية من المملكة خلال ساعات نهار يوم الاثنين. في ساعات الليل من يوم الاثنين، من المتوقع أن تنحسر هذه الفرص لزخات من الأمطار في معظم المناطق، وتحديدا في ساعات الليل المتأخرة. أما في ساعات الليل، أجواء في العاصمة عمان تكون هنالك غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 6 درجات مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 6 كيلومترات في الساعة. وفي 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا من 11 إلى 12 إلى 14 درجة يومي، 14 درجة مئوية يوم الأربعاء، وأيضا درجات الحرارة الليلية ترتفع بشكل بسيط من 5 إلى 7 درجات مئوية خلال 3 أيام القادمة. أما فيما يخص باقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا من أربد، فرص لزخات من الأمطار من 15 إلى 8 درجات، في المفرق من 13 إلى 5 درجات، جرش من 14 إلى 7 درجات، وفي عجلون فرص لزخات من الأمطار من 14 درجة إلى 6 درجات مئوية. في العاصمة عمان من 11 إلى 5 درجات، في الزرقاء من 14 إلى 6 درجات مع فرص لأمطار، في البلقاء من 12 إلى 5 درجات، في مادبة من 11 إلى 5 درجات، وفي البحر الميت من 19 إلى 14 درجة مئوية. في الكرك من 12 إلى 6 درجات، في الطفيلة من 10 إلى 5 درجات، في معان فرص لزخات من الأمطار من 12 إلى 3 درجات، في جبال الشرام من 7 إلى 3 درجات، وفي العقبة من 21 إلى 11 درجة مئوية. وفي المناطق الشرقية من 15 إلى 5 درجات، فرص لزخات من الأمطار في الصفاوي والأزرق من 14 إلى 6 درجات، وفي الأزرق من 15 إلى 6 درجات مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرة قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.